يلا أصيل أول واحد. قد نطينا وقت؟ أسوأ ثلاث شغلات فيكي. عصبية، عنيدة، مزاجية. حلو. محمود، وين ما عم نسمع صوت التكات؟ محمود، أكثر ثلاث أسئلة ما بتحب تنسألها. ما أحب تنسأل. ما عم نسمع التك يا شباب. إيه. يلا. راحوا سأسألك. شو القضية؟ أصيل، ثلاث أحلام تتمني تحققيها. أخذ أبوي أمي للحج إن شاء الله، وأوصل اللي أطمح له وأكون عائلة. حلوين ما شاء الله، شاطرة قوية. شنت خايف؟ لا تحسدني دخيلك. محمود، ثلاث خطوط حمر بحياتك. ثلاث خطوط: أهلي وشغلي وشخص. شخص كويس. أصيل، أسوأ ثلاث شغلات ما بتفارقك. تليفوني. أنا متأكد. مفتاح سيارتي وشنطة. شنطة. محمود، ثلاث شغلات تتمنى تنتهي من العراق. إن شاء الله الناس المصح اللازمين العراق. بس خلينا أكمل. كمل. أكمل. كمل. بس الناس بسرعة. الناس المصح اللي يلزمون العراق. أكيد. وإن شاء الله الأمن والأمان والناس ترتاح. ثالثي. والثالثة نرجع لبلدنا إن شاء الله. أصيل، أسوأ ثلاث أمور ممكن تكون بالرجل بشكل عام. البخل، عدم احترام المرأة، واحترام قراراتها. يعني بس الكرم يكون أهم شيء. طبعا كرم طبعاً. شوبينج، أغراض. طبعا أنا يا أبو كرم اعطيني كارتة من هالسجل. طيب على الهواء. محمود، ثلاث شغلات فيك تتمنى لو ما كانت فيك. الثقة الزايدة. حلو. بتتمنى ما يكون عندك ثقة زايدة؟ إيه. ثقيته هو بعلم خذلوني صراحة. شو كمان؟ خلاص أوكي. أصيل، ثلاث شغلات ثلاث صفات لازم تتواجد بعريس المستقبل. حنون، كريم، يحترمني كمرأة وقراراتي وشخصيتي ويحترم شغلي. كم صفة فيك فيهم أنت؟ والله يا رب العالمين. يا الله حنون، أنا متأكد أنك حنون. كريم ما بنعرف، بس كريم في بادجت معك. لا الحمد لله، أكو عالم تجاهد لي بايس. محمود، أحلى ثلاث شغلات بأصيل برأيك. صوت، شكل، متواضع. الله الله الله. شو جاوبت على سؤال؟ أصيل، ثلاث شغلات فيك، ثلاث شغلات ندمت عليها. ما ندمت على أبدا.